السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. ايها المتابعون الكرام، ايتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقي معكم في هذا التسجيل الخاص بطلبة السنة الثالثة ثانوي شعبة آداب وفلسفة واللغات في درس جديد يخص معاني حروف الجر بالنسبة للثالثة ثانوي كما قلت. إذا نبتدئ مباشرة مع أول حرف وهو الحرف من، ومعناها الأصلي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية. لاحظ هذا المثال، تقول خرجت من المسجد إلى البيت. ابتداء خروجك وانطلاقك وبدء مشوارك كان من المسجد، فالمسجد هو أول انطلاقتك. إذن كيف عرفنا أن المسجد هو بداية مشوارك؟ إذن عرفنا عن طريق حرف الجر من، ولذلك نسميه ابتداء الغاية. هنا ابتداء غاية مكانية لأن المسجد والبيت مكان. المثال الثاني يقول انتظرتك من الصباح حتى المساء. لاحظ من هنا تفيد ابتداء الغاية الزمانية، بمعنى بدء الانتظار وانطلاق الانتظار كان في الصباح أو من الصباح. كيف عرفت ذلك؟ عن طريق حرف الجر من. هذا هو معناها الأصل، لكن ذلك لا يمنع أن يكون لها معاني فرعية. من هذه المعاني التبعيضية، تقول أنفقت من مالي، بمعنى أنفقت بعض مالي، فتستطيع أن تعوض حرف الجر من بكلمة بعض. أيضا من معانيها المقابلة، فتقول أين الجاهل من العالم، بمعنى هنا مقابلة بهذا الطباق، لذلك والطباق هو نوع من أنواع المقابلة، فقابلنا بين الجاهل والعالم، وهذا سؤال أو استفهام إنكاري، فتقول أين مرتبة الجاهل من مرتبة العالم، فهنا للمقابلة. من معانيها أيضا أن تكون بدل أو عوض كلمة بدل، فتقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، بمعنى أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة، عوض الآخرة. من الحروف أيضا حرف إلى. إذا كانت من تفيد ابتداء الغاية المكانية والزمانية، فإن الحرف إلى يفيد أو معناه الأصلي انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. في المثال الأول قلنا خرجت من المسجد إلى البيت. إذا كان بداية مشوارك عرفناه بمنى، فإن نهاية مشوارك أو نهاية غايتك عرفناه بالحرف إلى، ولذلك فتفيد انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية. من معانيها الفرعية تكون بمعنى في، فقال الله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة، بمعنى ليجمعنكم في يوم القيامة. من معانيها أيضا أنها تكون بمعنى اللام، كما تقول الأمر إليك، فاستعملنا هنا إلى بمعنى أي رجع الأمر لك، فعوضنا اللام هنا، اللام لك عوضناه بالحرف إليك. من حروف الجر أيضا الحرف عن، ومعناها الأصلي هو المجاوزة الحقيقية، تقول رميت السهم عن القوس، فابتداء القوس السهم هو شيء يعني حقيقة، والقوس أيضا هو حقيقة، فالسهم كان في قوس، كان داخل القوس بين القوس والوتر أي خيط القوس، فخرج السهم من القوس وابتعد عنه، بمعنى جاوزه حقيقة. لكن المجاوزة المجازية غير الحقيقية تقول ابتعد عن الظلم. هل الظلم مكان حيز شيء موجود أنت تبتعد تمشي تبتعد عنه؟ أبدا، الظلم هو شيء معنوي، تقول ابتعد عن الظلم بمعنى دع الظلم وابتعد عنه، فهنا المجاوزة غير حقيقية بل هي مجازية. من معانيها الفرعية تكون بمعنى الباء، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عن الهوى أي ما ينطق بالهوى، وإنما هو وحي من الله تعالى.
تكون أيضا بمعنى بعد. قال الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين. هنا تلاحظون أن عن أدغمت في الميم، فصار الميم الحرف الثاني حرفا مشددا. أصل الكلام قال عن ما، لكن للثقل والتعذر، بل للثقل أدغمت النون في الميم فصار الحرفان حرفا واحدا هو حرف الميم مشددا. من الحروف أيضا حرف على، ومعناها الأصلي هو الاستعلاء، ويكون الاستعلاء حقيقة أو مجازا. لاحظ هذا المثال، قال الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها لأن قبل هذه الآية تحدث الله سبحانه وتعالى عن الدواب أكرمكم الله، وعليها أي على هذه الدواب، أي فوق هذه الدواب، أي تستعلون على هذه الدواب. وعلى الفلك، الفلك بمعنى السفينة، على الفلك تحملون، وهذا معنى حقيقي وظاهر، فالناس تركب على السفينة، على ظهر السفينة، تستعل السفينة. هذا المعنى الحقيقي. المعنى المجازي تقول ظهر الكريم على أهله، ظهر هنا بمعنى ساد، أصبح سيدا، أصبح مستعليا على قومه، ليس منه وإنما بسبب كرمه. هذا المعنى الأصلي، لكن هناك معاني فرعية طبعا كثيرة، منها التعليل أي السببية. تقول قصدك على أنك كريم، أي قصدك بسبب كرمك، فهنا على أفادة التعليل أي السببية. أيضا تفيد الظرفية، ومنه تقول نلتقي على صلاة العصر، بمعنى نلتقي في صلاة العصر، فعوضنا الفاء هنا بالحرف على. ومن معانيها أيضا الاستدراك، تقول لا يدخل الجنة أو لا تدخل الجنة لسوء، لا يدخل الجنة لسوء عمله، على أنه لا ييأس من رحمة الله، بمعنى لكن لا ييأس من رحمة الله، فالحرف على هنا عوض حرف الاستدراك لكن. من الحروف أيضا حرف الفاء، ومعناها الأصلي المعروف هو الظرفية، سواء الحقيقية أو المجازية. لاحظ معي بالنسبة للظرفية الحقيقية في المربع الأول، ظرفية حقيقية سواء مكانية أو مجازية أو زمانية. لاحظ معي سهرت في البيت في العيد، فالبيت هنا حقيقة، ظرف حقيقي أي في البيت، أي داخل البيت، وكأن البيت ظرف مثل الرسالة التي نرسلها، ظرف البيت ظرف، وأنت مظروف داخل البيت في البيت، فالبيت ظرف مكاني. أما العيد فهو ظرف زماني، لأن العيد هو يوم، هو ساعات، إذن فهو زمن. إذن تكون في بمعنى الظرفية الحقيقية المكانية أو الزمانية، وتكون أيضا بمعنى الظرفية المجازية. قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، بمعنى أن الحياة موجود داخل القصاص. القصاص أن يقتل القاتل، الشخص الذي يقتل فإن مصيره أن يقتل قصاصا. كيف يكون القصاص حياة؟ هذا القاتل لو لم يقتل ماذا سيفعل؟ سيقتل ناسا آخرين، فلما قتلناه كأننا أحيينا أولئك الناس الذين كان سيقتلهم. إذن فحياة الناس في قتل هذا القاتل، لذلك الحياة موجودة في القصاص، داخل القصاص، لكن هذا أمر مجازي، فإن القصاص أمر معنوي، وكذلك الحياة. أيضا من معانيها التعليل أي السببية، تقول أتعاديني في ذنب بسيط، أي أتعاديني بسبب ذنب بسيط. أيضا من معانيها المصاحبة، قال الله تعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي مع أمم قد سبقتكم صاحبوهم العياذ بالله. أيضا من الحروف الكاف، والأصل فيه التشبيه، لكن قد يكون معناه التوكيد. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المشابهة عنه سبحانه وتعالى، لكن أثبت السمع وأثبت البصر. إذن فالكاف هنا جاء لتوكيد كلام الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. أيضا قد يكون من معاني الكاف بمعنى مثل،
قال الشاعر: لو كان في قلبي كقدر قلامة، كقدر أي مثل قدر، فالكاف هنا بمعنى مثل، قلامة بمعنى شيء صغير جدا. لو كان في قلبي كقدر قلامة أي مثل قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، أي يقول لو كنت أحب شخصا آخر وفي قلبي حب صغير جدا مثل القلامة لما بعثت إليك هذه الرسائل الكثيرة. أيضا من الحروف حرف اللام المكسورة لي، ومعناها الأصلي الملكية، فتقول هذه الكتب لي، بمعنى أني أملك هذه الكتب. لكن من معانيها الفرعية التبليغ، كان تقول أوحى الله له، أوحى الله للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى بلغه، فالتبليغ من المعاني الفرعية للحرف لي المكسور. أيضا من معانيها بمعنى بعد، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، بمعنى بعد دلوك الشمس أي بعد دخولها. قد تكون أيضا للاستغاثة، فتقول يا للمساكين، بمعنى أنك تستغيث وتطلب المساعدة لهؤلاء المساكين. حرف آخر وهو حرف الباء، الأصل فيه للإلصاق، ويكون هذا الإلصاق حقيقيا أو مجازيا. لاحظ هذا المثال: أمسكت بيدك، هنا الإلصاق حقيقي، بمعنى أن يدي التصقت بيدك، يدي التصقت بيدك، وهذا التصاق حقيقي. لكن تقول مررت بالمكتبة، هل التصقت يدك أو التصق جسمك بالمكتبة؟ أبدا، فهذا التصاق لكنه غير حقيقي، نسميه مجازيا. ومن معانيها الفرعية القسم، فتقول بأبي أنت وأمي، وتقول بالله، فتكون للقسم. ومن معانيها أنها تكون زائدة معناها التوكيد، قال الله تعالى: كفى بالله وكفى بالله شهيدا. ومن معانيها المقابلة، تقول اشتريت هذا بألف، فهذا يمثل السلعة، والألف يمثل المقابل، أي أن الدراهم أو المال الدنانير تقابل السلعة. تقول اشتريت كتابا بخمسمائة دينار، فالكتاب يقابل المال. وتكون أيضا بمعنى الاستعانة، فتقول كتبت بالقلم، بمعنى استعنت بالقلم. من حروف الجر أيضا حرف كي، ومعناها التعليل أي السببية. تقول زرتك كي أنهل من علمك وسمتك، أي بسبب نهلي لعلمك أو من علمك وسمتك، سمتك بمعنى أخلاقك وتربيتك. من معانيها أيضا عفوا حروف أخرى وهي التاء والواو، وتكون للقسم مطلقا، بمعنى ليس هناك لها معنى آخر، فتقول والله، وتقول تالله. أيضا من الحروف خلا وعدا وحاشا، هذه الحروف قد تقدر أفعالا وقد تقدر حروف جر. إذا قدرت أفعالا فإن الكلمة بعدها يكون منصوبا على المفعولية، وإذا قدرت أحرفا فإن الاسم بعدها يكون مجرورا. لاحظ هذا المثال: اشتريت الكتب عدا كتابين، فإذا قدرنا عدا فعلا فإن كتابين يكون منصوبا على المفعولية، أي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وإذا قدرنا عدا حرف جر فإن كتابين يكون مجرور بعدا وعلامة جره الياء لأنه مثنى. أيضا من الحروف الحرف حتى، وهو يفيد انتهاء الغاية المكانية أو الزمانية، ويكون مجرور حتى اسما ظاهرا. تقول مشيت من أول الطريق حتى آخره، فمن هنا من تفيد بداية الغاية أو ابتداء الغاية، لكن حتى تفيد نهاية الغاية، انتهى مشوار المشي عن طريق الحرف حتى. تقول حتى آخره أي إلى نهايته. وأيضا تقول خرجت صباحا ولم أدخل حتى المساء، فحتى في المثال الأول أفادت المكان، وحتى في المثال الثاني أفادت الزمان. أيضا من الحروف الحرف مذ
ومنذ تقول وهو يفيد ابتداء الغاية في الزمان، تقول وخاص بالزمان فقط، تقول أحب المطالعة مذ كنت غض الأنامل. غض الأنامل بمعنى طري الأنامل، الأنامل هي أطراف الأصابع، وهذه كناية عن الصغر، أي تقول أحب المطالعة مذ كنت صغيرا. هذا كان كل شيء. طبعا هذا التسجيل ربما تعلمون أننا نتعب كثيرا في هذا التسجيل، فلا تنسونا من دعائكم، وأيضا لا تنسوا التعليق والاشتراك في القناة ليصلكم ويصل غيركم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.